السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أحمد الداودي. عاجل الآن لخبرين مهمين. الخبر الأول: الاتصالات تعلن استحصال الموافقات الرسمية لإعادة خدمة الإنترنت على مدار الساعة. أعلنت وزارة الاتصالات الجمعة على استحصال الموافقات الرسمية لإعادة خدمة الإنترنت على مدار الساعة. وقالت الوزارة في بيان: تم استحصال الموافقات الرسمية بشأن عودة خدمة الانترنت اعتبارا من هذا اليوم وعودة الخدمة على مدار الساعة. يذكر ان خدمة الانترنت توقفت خلال الايام القليلة الماضية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب على خلفية الاحتجاجات الدامية التي قتل على اثرها عشرات المتظاهرين واصيب الالاف بجروح، فيما افاد مصدر في خلية الازمة الحكومية اول امس الاربعاء بان خدمة الانترنت عادت خلال اوقات الدوام الرسمي فقط. الخبر الثاني: يوم امس تم التصويت على تعديل قانون التقاعد العراقي لتصبح الخدمة 25 سنة بدلا من 30 سنة. أفاد مصدر نيابي اليوم بتعديل قانون التقاعد العراقي يوم أمس لتصبح الخدمة 25 سنة بدلاً من 30. وقال المصدر إن اللجان النيابية المجتمعة في البرلمان بشأن قرارات البرلمان للاستجابة لمطالب المتظاهرين بما فيها اللجنة المالية النيابية اتفقت على تعديل قانون التقاعد ليكون 25 سنة خدمة بدلاً من 30 سنة. وأضاف إن من القرارات الأخرى هو الاتفاق على صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين بالإضافة إلى صرف مخصصات غلاء المعيشة للمتقاعدين أيضا. شكرا لكم لمتابعة الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ثم الإعجاب بالفيديو.